الطعام نعمة من الله عز وجل، فاستخدام المطعوم في الاغتسال يحرم. وما ذكره الفقهاء من الكراهة عندي أن فيه نظر، إلا إذا وجدت حاجة ومصلحة، وذلك كأن تتجمل المرأة بوضع بعض الأطعمة فيجوز، كأن تضع بعض الأطعمة لكي تصفي بشرتها أو شيئا من ذلك فيجوز، لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، لكن استخدامها من غير حاجة ومصلحة يحرم. ومن باب أولى أن يكون التحريم في استخدام الطعام في إزالة النجاسة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا الخبز. وأحاديث إكرام الأطعمة كثيرة جداً.